وبعدين مالك؟ حالتك مو عاجبتني نيفر نيفر. قاعدة من الظهر بغرفتك وحابسة على حالك. يلا قليلي شو قصتك؟ ما عارف، أحس جايستني كآبة ومفروض قديت بين تقولين. يا سلام، وهي الحالة بتجيك كتير؟ ما عارف مو بدوم. ليلي لولو لالي، شوفي للوش، أنا كنت مثلك، وإذا بدك وصلت لمرحلة فقدت ثقة بكل اللي حوالي، حسيت النحس هيك لازقني لزق لوقت لتعرفت فيه على وسام، طبعا بالصدفة. صبايا شو رأيكم نروح نأرجل على البحر؟ اي والله ما بصيروا انتو. شوفي ليان، انت دواك الوحيد هو الحب، لحتى تطلع من هالحالة لازم تحبي. صحيح يا صبايا، انا ما قلت لكم انه حكيتني شركة جديدة، يمكن مسلسل يزبط. ان شاء الله الف مبروك. سوري نانو، لا تفهميني غلط، يعني هاي الخبرية كل هالقد فرحتكم وصل مسلسل ما زبط ويمكن ما يزبط، وانا رفيقتكم حبيبتكم عم قلكم انه في حدا بيحبني وبده يخطبني، ما شفت ولا وحده فيكم ابتسمه. ليان ما قلتي لي قدري طابل ساعتها مرضان؟ يبعث لي حمى ليش قدري مرضان؟ والله يا سموحه اذا بتدري طنط فريده انه قدري مرضان وما سالتي عنه لتهدمي. الله يهون عليها. حبيبي سام ميدو، ليكي هون ما في تغطيه، اطلعي احكي من الدراس. عن جد شوفي. تقبريني لا تزعلي حبيبتي انتي. ايه عن جد لا تزعلي، اصلا ما في شي بزعل. مورنينج من جيراننا انسي سميحة. صباح الخير والفل والياسمين، طمني عنك كيف صرت؟ سانس جاد كثير منيح الحمد لله، بس انت مو كنت تعبان ومرضان؟ انا امرض؟ انا من ايش بدي امرض؟ بعمري بحياتي لا مرضت ولا سعلت ولا عطست ولا صار لي شيء طاول ولا نزلوا لوزاتي حتى. فهم من كلامك انك ما كنت مرضان. ياي بعيد الشر عن قلبي. لكن ليه صار لك اسبوع ما نزلت على السنتر؟ اونستلي من جيراننا انسي.